أنا مالي شغل بشيء وخفت من هالنظرات. وهو خط احمر يعني، طبعا الفريق كله وجه له تحيه، منهم يعني تركماني حبيبي عبد الله التركماني كان المخرج. المخرج كنا واصلين في مكان فهمنا بعض، يعني خاصة الكاركتر شوي عنده تراكمات سايكو، خلينا نقول فصام، لأنه ما عاش طفولة صح. نعم. ولا شيء بحياته كان ماشي صح. فمو معقول النتيجة الأخيرة تكون صح. نعم. فالدور كان مركب، يبتدي في مكان بعدين ينتقل إلى مكان، بعدين الحب، يعني أول أيام الناس حابين العلاقة أنها الحب، بعدين فجأة الريال انقلب لما دشت أمه، أو اللي تدعي أن أمه بحياته، انقلب زيادة. بعدها صار في شك لأنه مجرم. أهو فأنا هذا الدور شوي يعني وايد شدني، وايد حبيته. تعبك بالأداء؟ لأنه مطلوب منك يعني مصداقية مو مبالغة. والله هو وايد شري بس أنت اعتمدت على أداء راكد. والله هو الدور تعبني بس أمانة يعني الحمد لله، يعني أنه كان معي مخرج فاهم وممثل فاهم الممثل شنو يحتاج، اللي ساعدني أن أنا في هذا العمل لما دشيته ما كان عندي بريك، يعني يلا يعقوب خلصنا البيت نشوفك بعد 3 أسابيع. أوف هذه تذبح ترى. هذه تطلع برا الموت. هذه تقتل. اللي صادف إن أنا كانت هم عندي ظروف عمل ثاني، فكان في تاريخ معين إن أنا لازم أخلص يعني بالبداية الاتفاق، فصار إن العمل من دشيت كله أنا. وتعبني لأن الأجواء، الرطوبة، البيئة اللي راح أعيش فيها، الكاركتر هو أساساً يعني ترى يعني أنا مرات لما أمثل دور أدعي أن أنا ما ترك أثر. يعني أنا بالبيت أم اللي عرفني قريب يعرف فجأة صاير شري حتى بردودي، فجأة نظراتي لانه يمسك يعني معاي. هذه يعني صراحه تحترم صراحه منك، يعني لانه وايد يقول لك بعد ما اطلع من اللوكيشن او اخلص الدور خلاص انا اطلع من الشخصيه. لا ارد حق نفسي بس يبقى اثر. هذا الاثر ما راح انت تلاحظه. الله يعينهم مالك. خصوصا اذا بتقدم شر. لا ما دام اصلا منا اصير هذا شري تقول دورك شري ها. عرفت ايه يعني صاير رومانسي، شلون دورك رومانسي؟ اقول لها شلون ساحر يكثر من رومانسي ما يخالف. لا اصير هادي يعني يسحب لان 12 ساعه قاعد انا يعني تخيل الواحد لابس الشخصيه هذه يعني مثل المصباح، الواحد لو يقعد 12 ساعه ماسك المصباح يظل لما يرد ايده يدور المصباح في شيء حاسس ناقص لان الانسان يتبرمج. صح. طيب ساعدك ايضا وجود هبه الدري في اداء هذا الدور بالذات، يعني طبعًا. انا شفتكم سويتوا ثنائي حلو. طبعا هو الدور يعني لازم الممثل اللي قدام الشخص يكون اول شيء قابلك بالحياه، يتقبلك بالحياه. أي. عشان يتقبلك في هذا الدور. وبعدين انا وهبه نعطي بعض، ما يعني على قولتهم ما حد فينا باصون حق بعض، باصي وما حد ياكل الثاني ولا حد يدوس الطرف الثاني. يعني خلاص هذا مشهده مشهدها، ما في سالفة باكل الكاميرا منه أو ببوق الكاميرا منه. لا إيه مو سالفة ببوق الكاميرا كثر ما إحنا نشجع بعض. يعني الواحد يعني إحنا مرينا بظروف وتصوير متعبة. يعني فأنت محتاج الواحد أقل شيء الشخصية اللي قدامك الله يعطيك العافية. أقل ما فيها يعطيك الهدوء إنك أنت عشان ترتاح. في ناس لا يعني يوترونك زيادة بغض النظر ما يفكر إلا بنفسه. أنانيين.